هاي شيف. بونجور. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو طبقنا لليوم؟ طبقنا اليوم رح نشتغل بالبلاك باستا يلي هي لا سودا ولا انت بدك تخبرنا. بقى رح نشوف كيف انصبغت بالاسود رح نخبر عنها هلا ورح نعمل حدا تشيكن. يعني هلا اليوم مطبخنا شوي انا هيك شو جايب من كل مطرح شوي يعني منتليان شوي. انت عاملها ولا لا؟ هيدي هوم ميد. اوكي هيدا رح نسحبها هي مبينه مثل الشيش. هيدي البرمه تبول هي بتتعلق الباستا بس تعمل عجينه الباستا كلها موحده. أوكي انت شو بتضيف اضافه عليها؟ نحن زايدين عليها هيدي حبر الصبيدج اوكي أو حبر الكلامار بيقولوا له. اوكي بيزيدوها مع العجنه بتنعجن معه وعادي. هو اللي عاطي هيدا اللون. هو عاطي اللون البلاك. هيدا الابيض هيدا الطحين العادي. اوكي بتنعجن وبتنرق عادي كل شيء مع البيض والزبده والطحين. بنرجع نحن بنحطها على شيء بنحطها مرقه بالمكنه تطلع بهالطريقه وبتتعلق على خشبه تتنشف. اوكي يعني هيدا هون تعليقه الخشب يعني كيف تعليقها بتتعلق هيك. مشان هيك هلا بتنسلق هي كلها سوا. بتضل محافظه على شكلها هلا بس تنسلق ولا بتصير هيك؟ رح تضل محافظه اكيد رح تعرض شوي وبضل شكلها رح يطلع شكلها اسود اسود وبدها سلق 4 دقائق مش اكثر. اوكي هلا انت بدك تكسرها ولا بدك تخليها على طول؟ لا على طول الباستا ممنوع نكسرها. بننزلها مثل ما قلنا هلا بالطنجره. هلا بنشوف انا وياك نسلقها. اوكي يلا. اوكي بننزلها كلها بس تغلي شوي المي ومنسقطها فيها. اوكي شو في عندنا بعد؟ بلاس رح نعمل محضر تشيكن. اوكي بس نحن كنا عاملين باستا فيها الصبيدج فيها هيدا يعني بروح راسنا على السمك طبيعي بدك تفوت فيه حمضيات. حمضيات يعني يا الحامض يا الفريش اورنج. انا قررت احط الفريش اورنج بالصوص. اوكي تكون لابقه على الباستا ورح نحط الصويا وزيت السمسم وكمان مع التشيكن رح يكون في عندنا الاعشاب المتنوعه اللي هي الحبق الروزماري اللي عندنا الزعتر يعني ميكس من الاعشاب من الهربز مع التشيكن مع الصوص رح تكون النالك الفريش اورنج ضروري تكون معه. والباستا رح اخلطها بزيت السمسم والصويا اونلي رح تكون سايد حد الباستا ورح يكون في صوص كمان. اوكي ورح نعمل كمان هيك ابيتايزر صغير ساندويتش صغير كلوب ساندويتش. رح نعمل 2 كلوب ساندويتش. اوكي في شيء رح يكون بالتركي بالحبش اوكي صح رح يكون خفيف مع الخيار والكورنيشون والبندوره والخس. ورح نعمل شيء رح نعمل سوشي تشيكن يعني الكومبينيشن رح تكون ترياكي صوص مع المايو مع البيتروت مع الملفوف بقلب كلوب ساندويتش. لا عن جد اليوم جايب من كل وين دي عصر. اليوم هيك مولعين شوي بافكار جديده بدنا نطلع من الشيء التقليدي. طيب ليك اي ساعه بدك تسلقها هي عبالي اشوفها انا نسلق. بدك يلا صراحه برجع بتركك تعطي الانجريدينت. هيدي الطريقه نحن رح نسحب الباستا هلا فينا نفضيها هيك اذا بدك. هلا هي بصير تنزل شوي شوي. اوكي تنزل شايف تحت كيف تغير لونه. هدي باستا اذا بنكسرها بكسروا لنا ايدينا تليين بقى هيدي. ما كمل هيك سالتك انا لانه حسيت انه هيدي بدها تدست. لا هلا بتنزل هي بتنزل بتصير دوب لحاله وكلها رح تصير بالماي هلا بعد شوي. عليك الطحين بيروح بتصير بيور بلاك. ايه الطحين بتروح. اذا عم نشوف فرج المشاهدين شوي كيف صار لونها الاسود الطبيعي. هلا رح تنزل كلها وشوي شوي هي بتنزل لحال. اوكي مشاهدينا لكن بدي اطلب منكم تتابعوا الشيف هادي هلا وتاخذوا الوصفه وتشوفوا هالباستا نوعيتها جديده انا علي يعني وشكلها كيف رح تطلع. شاف يعطيك العافيه والطعم كمان. اوكي هلا كيف يلا صباح الخير عن جديد. رح نبلش نحن باكلتنا اليوم شوي هيك مميزه شوي كرياتيف. رح نبلش اول شيء طبعا بالدجاج كيف ننطفه ونرجع نحط له السبايسز تبعه بكون بهالوقت الباستا عم تنسلق بنرجع بنبرده. وطبعا في حدي انا هون المرق ضمن المكونات المرق اللحمه. اوكي فينا نحط مرق الدجاج او مرق الخضره. انا اليوم حاطط مرق اللحمه. اليوم عم بطبخ بالدجاج شايفين الباستا فيها من حبر الكلامار والمرق اللحمة ثلاثة كومبينيشن مع بعضهم. رح نشوف النتيجة آخر شيء شو رح تطلع معنا. أول شيء رح بلش بالصدور الدجاج. بلش فيهم مشيل ننظف العروق مثل العادة كل شيء أحمر نشيله منهم. أول مرحلة مننظف. ثاني مرحلة نحط سبايسز.
طبعا الدجاج انا على طول نحن قبل ما انا احضره هو بس جيبه دغري، انا دغري بنقعه بالخل وبالحامض ضروري هيك، خل وحامض اذا في زنخ او في شيء تنقض عليهم وعلى البكتيريا كمان، برجع بشيلهم بصفيهم وبرجع بحطهم هون قدامي ترجع نظف شيء اللي عروق منه. هلا انا عم شيل مثل العاده مول فتايل، كمان بدي شيل الفتايل استعملهم بالكلوب ساندويتش مع الحبش، يعني على طول بالساندويتش اطرى شيء بنحطهم. بهالطريقه رح اوزعهم كلهم. شيل الفيليه على طول، تشيكن اكسبايري ديت تبعه ماكسيموم 3 ايام، يعني على طول بس نشتري من السوبر ماركت او من السوق او حيلا محل ببيع منتجات الدجاج مفروض الاكسبايري ديت 3 ايام مش اكثر، لانه بعد 3 ايام بتتكتر بكتيريا فيها وبطل فينا نستعمله، اكيد منه صحي ابدا. بهالطريقه انا عم نظف الدجاج كلهم، هو العروق الابيض نشيلهم. فينا نفتح البريست بهالطريقة نحطهم هون، هول كل شي بيطلعوا معنا نكبهم. بغير أنا أول كف شيل الخشبة الحمراء، مثل ما شايفين الباستا كيف هي عم تنزل لحالها رح فرجيكم، يعني كانت هي طلوع فوق هلا نزلت، يعني عم نشوف هلا رح نفرجيكم بس تنزل كلها هي لحالها بتقشر. هلا رح جيب السبايسز حطهم للتشيكن بريست، طبعا بدنا البابريكا، بدي وزعهم كلهم على التشيكن، بجي احط ثوم بودرة، بحط لهم اعشاب اليابسة، اعشاب اليابسة هي بقدونس، ترخوم، زعتر البري، طبعا ملح بهار اسود، زيت زيتون اخر شيء. هيدي الطريقة عم ننقع فيه التشيكن. رح اتركهم انا قدامي ينتقعوا شوي، برجع بنبلش شوي فيهم. هلا بدي بلش بالصوص اللي بدي احطها سايد حد التشيكن. اول شيء مثل ما قلنا في عندي حده المرق هو الباز، رح فضي المرق هون بالطنجره الاكبر، تقريبا انا حاطط لتر من مرق اللحمه، رح اقرب لعندي الفريش اورنج والنشا دغري، بدنا شريط خفق، رح اقوي غاز تحتهم، رح احط دغري مباشره الاورنج المعصور، هلا بحب الصوص تكون شوي هيك مايله على الحموضه اكثر، حامضه،
في يكسرهم بالنص، يعني نص عصير الحامض نص عصير الليمون بتزبط. بما انه نحن عم نستعمل مثل ما قلنا الباستا اللي هي فيها من حبر الكالامار، مضطرين يكون في عندنا هيك شيء حموضه باكلتنا. نشا طبعا، نشا اللي بيلعب الدور لتشد الاكله، رح احطهم انا هون كلهم. الطريقة إذا حطينا نحن المرق، مرق اللحمة، حطينا الفريش أورنج، حطينا النشا هون. طبخة هي صوص النشا بخليها تعقد. طبعا بدي أحط ملح وحدة صغيرة، بهار اسود كمان، بس كون في نشا على طول نبلش نحرك. انا هون بدي احضر كمان مقلية صغيرة حدة. هلا بتاني فقرة بدي بلش اشوي تشيكن. تشيكن بدنا نستعمله مطرحين مثل ما قلنا بالكلوب ساندويتش، هيدا الابيتايزر الصغير، وكمان رح نستعمله مع طبختنا البريست المشويين عاديين مع السبايسز اللي حطيناهم. رح يكون في حد اون سايد باستا مثل ما شفتوا هون، حدة كيف الباستا نزلت لحالها. الباستا ما بنكسرها شو ما كان نوعها، بنحطها هي يعني قد كانوا طوال نزلوا صاروا كلهم بالطنجره. هلا هن يغلوا بدهم 4 دقائق، بشيلهم بصفيهم دغري ليطلع لنا هيدا اللون الاسود الباستا مع الحبل الكالامار. مشان هيك نحن مثل ما شايفين حاطين حبر، نحن ما 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 نزل صبغه منهم او بعلموا شيء على ايدينا، لانه نحن بس حطينا بالعجين الحبر علقناها ونشفناها. بنشفها بينحطوا على شيش خشب بينضرب المروحه عليهم بنشفوا وبتلزق خلص، يعني ولا ممكن بقى وكون العجينه شربت الحبر، ولا ممكن بقى يعني تصبغ لنا ايدينا او ترجع تحل. هلا رح كفي انا على رواق، ما رح اعمل شيء تحت الهواء. رح هلا بالفقره الثانيه رح نفرجيكم كيف رح كفي الصوص، كيف الباستا رح شيلها على جنب بردها، وكيف رح بلش شوي الدجاج. بقى هلا رح روح بريك صغير وبنرجع لكم مع فقراتنا. رجعنا على مطبخنا. الباستا انا البلاك باستا اللي كنت سلقتها شلتها هلا بردتها، هيدي هي البلاك باستا مثل ما شايفين اخذت لونها الطبيعي اللي بدنا اياه. هلا اخر شيء رح احط لها زيت السمسم والصويا، رح احطها سايد حد للتشيكن. التشيكن البريست كمان اللي نظفناه ونقعناه وحطينا له السبايسز هون شويته بلشت شوي فيه انا. بدي كفي هلا الصوص اللي عملتها كمان، حطينا الفريش اورنج، حطينا مرقه اللحمه. هلا بدي مشيهم باراليل. شو بدي زيد عليهم؟ فعندي هون حربون عندي الحبق، رح افرمهم هون. عندي كليل الجبل رومارين كمان رح احط شقفه صغيره. فعندي الزعتر الفريش كمان رح اخذ وحده صغيره. هولي رح ازيدهم انا هون فوق التشيكن، منهم رح ياخذوا النكهات، منهم كمان رح زيد انا من الفريش اورنج هون عليهم طفي فيهم كرمال ناخذ نكهات زياده بزياده. هلا رح اقوي النار شوي تحتهم. هون بدي زيد كريم فريش فوق الاورنج ومرقه اللحمه. الطريقة نحرك هي دغري رح تعقد لانه انا حطيت لها النشا تاع الفريش اورنج يشد. هلا دغري رح تشد مع الكريمه كمان. فعندي بارميزون رح دش كمان على التشيكن بريست.
بحط لهم ربع لوش على كل المكونات هيك تال مرقة أو صوص ما ينشف صدر الدجاج هيك مع المطيبات راح لحالهم يشدوا ويتفاعلوا مع بعضهم هون الصوص تقريبا صارت جاهزة هلا دوقة آخر شيء إذا بدها شيء ملح أو بهار فإذا صار عندنا الباستا ريدي التشيكن جاهز مع الأعشاب اللي حطيناها والصوص صارت جاهزة راح أتركهم على جنب لآخر فقرة شوف كيف راح نسكبهم إذا بدهم شيء زيادة هون راح نعمل مثل ما قلنا لكم بالكلوب راح نعمل ميني كلوب ساندويتش ميني كلوب ساندويتش في عندي التوست الاسمر او باندومي السمراء انا شويت التشيكن هون قدامي في التركي راح اعمل اثنين كلوب ساندويتش اول واحد راح يكون بالتركي والتشيكن لايت بالسمراء وثاني واحد راح يكون سوشي تشيكن راح يكون في بقلبه البيتروت والصوص الترياكي هلا راح بلش اول شيء طبعا بدنا ندهن على الخبزه بحط مطار ديجون احط كل شيء خفيف ما في مايو ما في شيء رح نحط كورنيشون كبيس خس البندورة الحبش التشيكن طبعا بدنا نرضي كل الأذواق أول شيء رح احط تركي الحبش حط على 3 سلايسات فعندي حد البندورة كمان قطع سلايسات موزع هلا هون التشيز فينا نحط تشيز سلايس حيلا نوع موزاريلا البروير انا رح احطها هيك اعطي شوية ملوحة رح احط الجبنة بارميزون انا رح احط سلايس بارميزون كمان بتعطينا نكهة اطيب للساندويتش بنغير عن الجبنة الاعتيادية هجيب كمان قلب الخسة كمان بنعمها شوي كمان بنوزع نحن حطينا مطار ديجون حطينا الحبش حطينا بندورة حطينا الخس في عندي البريست الفيليات التندرز يلي طلعوا معي من البريست بأول فقرة شويناهم شوي طيطلع لنا كلوب ساندويتش هلسي خفيف حطينا الحبش حطينا البريست المشوي البندورة الخس مطار ديجون ما في مايونيز ما في شيء يعني نبلش نسكر طبقة ولا طبقة كمان هيدي البريست نركبهم فوق بعضهم طبعا عطول بالكلوب ساندويتش مستعين نحط انا هون بعد ديجون آخر واحدة رح
رح سكرها هيدي الطريقة. طبعا على كل زاوية بنحط نازل كردون على الآخر ما يفرط معنا. طريقة تقطيع هلا عطول عنا هيدا سكين المنشار تنقدر نقص كل شيء خبز لازم يكون عنا هيدا سكين مش سكين اللحوم أو سكين الخضرة. نبرمها ننزل فيها بهيدي الطريقة. رح حط أنا صحن قدامي فاضي تدغري تشيلهم حطهم. رح انزل فيه بهيدي الطريقة حط ايدنا ننزل على الاخر فرد نزلة نبرم هذا الكلوب. هلا فينا نعمل بوتيتو حدو فينا نعمل حط تشيبس جريل بوتيتو يعني بيلبق هيك ابيتايزر جديد صغير او في يكون بريكفاست اذا بلا التشيكن. هيدا الكلوب السريع فينا هون مثل ما شايفين المرقه والصوص حطيناها فوق التشيكن مع الاعشاب صاروا جاهزين وعندي صوص كمان صارت جاهزة والباستا مثل ما حكينا كمان صارت جاهزة بس بعد بآخر فقرة رح أحط لها أنا الصويا وزيت السمسون تنحطها سايد حد التشيكن. هون رح ناخد النكهات من إيطاليا للمطبخ اللبناني للكرياتيفيتي اللي عم نشتغل فيه. مشاهدينا حلقتنا شرفت على نهايتها. رهف وأنا انضمينا للشيف فادي لحتى نوضع اللمسات الأخيرة على طبقنا لليوم. نعم يعطيك العافية شيف. يعني الباستا جاهزة التشيكن جاهز بس عندنا عملية السكب في عندنا بعد عندنا بعد السوشي تشيكن بدنا نعمله على السريع. مش أي باستا كمان هلا هيدي شو إنه شو أهميتها إنه هيك لونها بتعطي غير طعمة ولا بس شكل؟ تعطي يعني خلص دخلنا السمك فيها اوكي الاخطبوط حبر الاخطبوط تنلونه اوكي من الحبر الاخطبوط بيطلع هذا اللون اوكي يعني عندنا كمان نكهه اورجانيك يعني كمان يعني في فليفر وشكل صح اورجانيك يعني ما نحطين نحن شيء ملونات مصطنع ملون اوكي هون بدنا نعمل كمان للصويا والترياكي صوص حد وصفتنا الرئيسية عاملين هيدا السوشي تشيكن انا مسميه هيك على ذوقي اوكي استعملت التوست التوست الابيض اوكي هونيك استعملنا التوست الكلوب التركي الاسمر هيدي جاهزة لناخذها على التيستينج هيدي جاهزة خلاص ما فينا نكون عم هيدي هون شو حطينا بهذا الطبق؟ حطينا تركي وتشيكن وبندورة كورنيشون وديجون صوص يعني خفيف كلوب ساندويتش صحيح انا هلا بدك تاخذها حطيت هون مايونيز ترياكي صوص خلصنا طالع لونها مثل البينات بوتر هيدي صحيح هلا رح نستطعم هيك نكهه السوشي مع التشيكن رح احط الملفوف ملفوف الفيرمو ناعم ناعم لانه حطينا ترياكي انت سميتها سوشي صح اوكي طيب ناخذهم شيء نقبل معك هلا انتوا عم تدقوها رح تشوفوا انا افتكرت حتى تقصقصها شكل سوشي لفها ايه تلفها وما بعرف كيف لا هيك بيصير بدك غير لا فيها تشيكن وبدنا غير عجينه كمان غير عجينه بس خلينا على التسميه هو ليك على كل حال اذا بينشالوا طرافه للتوست بجيب هيك شيء مبروم احنا فينا بطرافه بتمدها مزبوط هاي فكره برافو رها اخترع الواحد كل شيء ليك الشكل بيلعب دور بالاكل بس بترجع اخر شيء لفكره اساسيه هي بانه كل شيء هيك له اصوله بالبرزنتيشن أنا هون كل هدف نبين المكونات والطعمة شكلها
تشيكن شو تبلناه شيف؟ حطينا البابريكا وثوم بودره، بابريكا وثوم بودره، زيت زيتون ملح وبهار اسود، ملح وبهار اسود، يعني شويناه. صحيح عم نحكي هون. ايه شايف انت اخذت ايه حتى نفسها هي نفس التتبيله. هلا عم نحط اخذتهم قبل رجعت هونيك بس طفيتهم بال حطيت اورنج معه. صح هون شمندر ني، شمندر ني يعني يلي ما بحب الشمندر، في ناس ما بحبوا الشمندر بس ياكلوه ناي بتتغير العمليه كلها. انا ما كنت بعرف انه بيتاكل ناي لحد ما هديك المره ذوقتني اياه طعمته كانت طيبه الشمندر. لانه معودين بالبيوت دائما يعني بينسلق. بينسلق مزبوط. هيك ما بعرف اذا الفوائد بتختلف اذا اخذناه ناي او اذا انا تجربتي وقت دقته مسلوق للشمندر حسيته انه بينرشل له سكر، في ناس كثير بتحط له سكر. صح. بس تاكله ناي مثل ما هو هلا السكر وفيه منه وفيه يعني بتصير طعمه حلوه اوريدي ما بتحتاج انت بالسلق بيروح منه السكر شوي. هيك انا حسيت. شايف انت بتفضل ناي ولا بتسلقه؟ حسب المناسبه، حسب يعني وين بدك تقدمه. حسب شو يعني اوقات اذا انا مثلا اوقات نعملهم بيوري مع البوتيتو بتاخذ لون البطاطا مضطر تسلقهم. هلا في ناس بحبوها بالسلاد مسلوقه بس انا كل شيء بالسلاد بحبه فريش. انا شمندر بحبه على انويه وما عندي مشكله. يلا هيدا كمان خلص، هيدا ردي. بيبقى هلا بدي اعطيك، هلا بدي اعطيك الوصفه للشمندر الرئيسي. يلا يا عم الشاف اليوم ليكو. هلا بس هون ال ماشيين هون هون فوق الباستا رح احط زيت السمسم. زيت السمسم؟ نعم والله مفيد زيت السمسم بتعرف؟ يس. رح احط الصويا. ما بتعجن ايه؟ شو عندنا هون صوص شيف؟ هون الصوص اللي حطينا فريش اورنج، فريش اورنج ومرقة اللحمة. اوكي وشديناهم بالنشا واخر شيء حطيناهم شوية كريم فريش. اوكي اوكي فعندنا هون الباستا يلي حطينا لها زيت السمسم والصويا. فيها فيوجن خطيرة الأكل او شيء ولا لا؟ نعم نحط شيء بهارات ملح؟ لا لا ابدا ابدا ولا شيء. انت ملاحظ الفيوجن الخطيرة اللي بالأكلة. عندك هون فليفر سي فود، عندك تشيكن، وعندك هلا بدي احط التشيكن فوق البيف، وهلا بدي احط تشيكن فوق الباستا. هيدا انت عم تعود على وصفه امبارح لانها كانت نباتيه. قلت اليوم بتفوت كل المكونات. اليوم نخبصها. هلا انا اذا بدك بصحن جرجه ايه رح احط الصوص من تحت، نشيل شو صوص من هون نحطهم بكعب الصحن ونحط البريست فوقهم. رح احط الباستا لحالها والتشيكن مع الصوص لحالها. شو بدك شوف يعني انا يعني عاملها؟ يعني اذا بدك انت حط لي الصوص هون. اوكي على راسي. طيب انتبه لنا على الرسمه. على النص ما بده رسمه. بلا هيك شكله سيركل. الله ابو جريج شوربه عدس هي صاري. اوكي هلا انا شايف هلا نق براس انت حبتين بنحطهم هون المرأة تحدك شو راح افهم نشغله نحا مايا صديقتنا امبارح كنت عم تعمل سوشي مين؟ مايا من اللي هاي لمايا ايه صح بمس يونيفرس عم نتبعها على السوشيال ميديا واللي بعد ما صوت 100% يفوت يصوت ينزل مس يونيفرس ابلكيشن وينقي لبنان مايا ابو الحسن ويصوت. الايام صارت قليله يعني ب 17 و18 الفاينل لمس يونيفرس بالسلفادور هيدي الحبقة النهائية فشدوا الهمة لنوصل لبنان على النهائيات. هاي بارميزان رح احط حواليها. هيدا يا شاف الصوص عم بزحط الهيدا عم توقع شو اسمها لا بس انا بتكتم بكره هيك برزنتيشن بارميجيانو ريجيانو يا ويلي ريحة الحبق شو طيبة. هيدا حبق فريش هيدا تاج الملوك جاهزين نروح يعني خلصنا؟ خلينا نحط له هيك شيء اخضر. حط له سمسم ايه وبارميجان شوي. يلا انا ناطرتكم هون وحط هذا لازم فيك تشلنا شوية سمسم؟ نحطه بدك سمسم؟ ايه شوي. الله شفت هلا هيك عامل تويست. وي ار ريدي يلا تكرم شكرا. يلا بدك بارميزان رهف كمان انضموا لإلي حط لنا بارميزان يلا ما فينا نزعل على رهف هيك حط شوي على التشيكن تكرم هذا انا هيدا الصحن ما حطيت ايدي عليه تفضل يعطيك الف عافيه شاف كشاف كيف رح نقدر ناكل كل هودا كثير وصفه غنيه ليك في دائما بيسالونا انه ضيوف
والناس اللي بتحضر على التي في. طيب انتوا هالاكل اللي اخر شيء بتاكلوه شو بتعملوا فيه؟ انه بنالهم اكيد مش بس نحن اللي بناكل، كل الكرو اللي معنا اللي هون يعني عمرانه دائما بمطبخ مورنينج توك معكم. صح تاني يعني نحن على طول يعني كنا شايفين من مكونات بسيطة وحدة بنعمل هيك نعطي افكار وشوفين تركيبات مع بعضهم يعني مثل ما بقولوا. صحيح صحتي يعني ان شاء الله اكون عم نوصل هيك نتيجة حلوة للمشاهدين. يعني انا بشوف انه قدرنا نعمل الشيء السريع اللي هو الكلوب ساندويتش. صحيح وتشيكن وتركي مزبوط اللي هي هاي الاكلة الباردة تعتبر. صح. وعملنا الطبق الرئيسي السخن اللي هو البلاك بلاك باستا حدو التشيكن بريست. حدو التشيكن بريست وعندنا هون عندنا السوشي تشيكن هيدا لانه حطينا لها ترياكي صوص. هيك اعطيني هون فكره الكومبينيشن الطعمات مع بعضها كيف ركبها هي المهم يعني اكيد. الشكل مهم بس من هي بدنا ناكل ونحب كمال. ومع غدا اليوم بنكون وصلنا لختام حلقتنا مثل العاده من مطبخ مورنينج توك. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهالوقت اللي قضيتوه معنا مشاهدينا، وبتجدد الموعد اكيد كل يوم بنفس الوقت مع زملائنا. صح مشاهدينا هلا رح نترككم تتابعوا نشره الظهيره، من بعدها بنتمنى لكم تستمتعوا بكل برامج المحطه. شكرا شيف. صحتين. الى اللقاء. الى اللقاء.